السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد في الصحراء المغربية من جديد. حاليا كنتواجدوا خاص في الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه. اذا رجعنا من جديد اخوتي ندير لكم فيديو خاص في الصحراء المغربية والتضامن ديالنا والله ينصر ملكنا محمد السادس. عيش الملك والصحراء المغربية والمغرب في صحرائه. كما كتشوفوا معنا تيوسكي، هذه هي تيوسكي. اذا تيوسكي كتواجد في الصحراء معنا منظر خيالي. غادي نخليكم اخوتي تكتشفوا معنا هذه المحبس. كما كتشوفوا المحبس في هذا الاتجاه، الزاك في هذا الاتجاه، تيوسكي هذا الاتجاه. حاليا كنتواجدوا في الصحراء المغربية. اللهم بارك، شحال زوينة هاد البلاكا، شحال عزيزة عند بزاف هاد المحبس، عزيزة عليا. إذا تبعنا الطريق إلى المحبس. حاليا كنتواجدوا في الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه، والله ينصر ملكنا محمد السادس. وفي نفس الوقت أجواء رائعة، أجواء درجات الحرارة مرتفعة بواحد القوة. ونوريكم واحد الحاجة، شوف 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 فين بلاصي بزاف، شوف ترى عالم وترى غادي هاتيجا هو مبلاصي هاتيجا. اش بان لكم؟ ترى الناس وترى غادي المحبس وهو مبلاصي هاتيجا. ترى راه قلت لكم كيدير اللي بغا هو. دابا بعض الناس غيقولوا كيفاش ترى غادي القدام مبلاصي على هاد الطريقه. دابا ما غاديش تفهموني الا عاودت لكم علاش بلاصيت هذيك التيجا. صعب صعب تفهموني. حيت هاد البلاصه فيه البيراج. دابا ربما جا شي واحد من هنا غادي يكتشف الطوموبيل، واللي جا من لهيه غادي يكتشف الطوموبيل. الى جاب الله بلاصيت في اليمن. شوف شوف تبارك الله، شوف ها شوف دابا ها شفتوا القضيه. دابا الطوموبيل لو كان بلاصيت تما غادي نسد الطريق. تما كتبان ليه عنده الحق باش يدوبلي من تما، وعنده الحق من هنا. واخا هذا الخط غير مناسب للدوبلاج، ممكنش الدوبلاج، ولكن ما فاش بلاصيت السياره كتبان. هذاك هو علاش بلاصي في اليسار. اذا القانون هو خصني بلاصي في اليمن، ولكن باش بلاصيت في اليسار كيكون حسن على حساب الناس اللي جايين من هذيك الطريق ومن هنا. اذا شرحنا لكم وصافي. اذا الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، كما كتشوفوا المنطقه ديال المحبس في هذا الاتجاه، الزاك تيوسكي. اذا تيوسكي هي هذه هي تيوسكي. نتمنى البارطاج الاخوان. اذا جينا من جديد خاص الصحراء المغربيه، والصحراء المغربيه ولات اخوتي مبلي بها. صافي غير نجي لكرميم خصني ضروري نجي للصحراء المغربيه. بعض الناس غادي يقولوا لي كيفاش انت كل مره كتجي للصحراء المغربيه؟ هادشي بليه ديالي عزيزه عليا، كنرتاح كنرتاح نجي للصحراء المغربيه. انا دابا كنصور وانا مرتاح، هذا هو المهم. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. اذا بعد جوج الاسابيع ربما كانت المناورات ديال الاسد الافريقي خاص في الصحراء المغربيه في المنطقه ديال المحبس. باش نكونوا واقعيين، كانت المناوره ديال الاسد الافريقي وكانوا يشاركوا فيها بزاف ديال الدول، خصوصا اسرائيل، الجيش اسرائيل، الولايات المتحده الامريكيه، امريكان، الجيش ديال امريكا حتى هو شارك في هذه المناورات ديال الاسد الافريقي في طنطان، في الصحراء المغربيه، المنطقه ديال المحبس، اكادير، تفراوت. اذا هاد المناطق كلهم كان فيهم الاسد الافريقي. اذا ان شاء الله يكون خير. كما كتشوفوا هذه هي التيوسكي، الطريق ديال التيوسكي من تما. ها فين بلاصي بزاف هنا. اذا هنا راه مزيان. دابا اللي جا من لهي غادي تبان لي السيارة، عاوتاني اللي جا من هنا غتبان لي السيارة. بشحال الى بحال الى بلاصيتي خاص على اليمن. اذا كنعتذر لكم بزاف، هو في شكل ما عادش غادي تفهم بزاف الا فهمتيه بالله. ترى كيدير اللي بغا هو، كيبلاصي كيما بغا، كيسوق كيما بغا، واش ليك. يكون خير ان شاء الله بحول الله. اذا الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، حاليا كتوجهوا في تيوسكي وغادي نتابعنا الطريق مازال الى منطقه ديال المحبس. قررت باش ندير لكم فيديو الاول خاص في هذا المكان الرائع جدا، حيت شحال هذه ما صورتش في تيوسكي، وقررت باش نصور لكم هذه المنطقه ديال تيوسكي. اذا كيكون المهرجان هنا، هذه البلاصه كيكون فيها المهرجان. مره اخرى ان شاء الله ديال الروحات غادي نجيو نشاركوا فيه ان شاء الله بحول الله، غير ما كنجيبوش اخبار
وان شاء الله نجيو ونشاركوا في هذا المهرجان ان شاء الله بحول الله. وقريبا ان شاء الله مهرجان عالمي ديال طنطان، قريبا ان شاء الله مهرجان ديال طنطان نحضروا فيه حتى هو ونصوروا ان شاء الله تقاليد ديال الصحراويين. اذا حاليا كتوجه في الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، ديما المغرب ديما الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. اذا حبان هادشي كله حبان عزيز عليا، وفي نفس الوقت كنجيو نكتشفوا الواقع نكتشفوا الحقيقه، حيت بعض الناس ملي كيتفرجوا فينا كيقول لك ايوا بزاف الرجاء في الصحراء المغربيه، اشوف الاجواء كي دايره هادئه، بعض الاعداء ديال الوطن كيقولوا شي حاجه ماشي تلهي على الصحراء المغربيه. كنحاولوا حنا نكتشفوا شي الصوره الحقيقيه كنكتشفوا لكم، وفي نفس الوقت التضامن ديالنا وحبان. اذا لو كان ما عزيزه عليا الصحراء المغربيه، لو كان ما كنحبش الصحراء المغربيه ما غاديش نجي. الانسان فين كيمشي؟ كيمشي فاش كيحب، بلاصه اللي كيحب هو اللي كيمشي ليها. اذا الصحراء المغربيه ولات صافي بليا، كنت كنجي نصور فيها ولات صافي حبان. ضروري جيت قلمي خصني نجي الصحراء المغربيه ضروري حبان عزيز عليا. ملي كنرجع من الصحراء المغربيه كنكون فرحان، ملي كنجي ليها كنكون فرحان، وواحد الحب. اذا حب الوطن، حب الصحراء المغربيه، وهذه ارضنا الصحراء المغربيه محتاجه بينا اليوتيوبرز المغاربه بحال الصحافه محتاجه بهم يصوروا بحال هادشي اللي كيديروا مجهودات. حنا كنديروا مجهودات ديالنا باش نكتشفوا الحقيقه والتضامن ديالنا مع الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. دائما كاين واحد الحب، واحد الحب دائما، ونرفعوا الرايه المغربيه وكنديروا واحد الحب زوين. هذا هو الواقع اخوتي، ديما مغرب ديما مغرب والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. الاعداء ديال الوطن، الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، ديما مغرب ديما مغرب الاخوان ديما مغرب. ها هي الصحراء المغربيه، العالم ديال المغرب، الصحراء المغربيه اخوتي. الرايه المغربيه لواحد الحب خاص، الرايه المغربيه حب الوطن. اذا دائما كتشوفوا اللايفات ديالنا نرفعوا الرايه المغربيه كما كتشوفوا. كما كتشوفوا معنا هذا مهرجان دولي ديال الروحان تيوسكي، هاد الاتجاه فاش كيتنظم هاد البلاصه. غير هاد البلاصه هو فاش كاين مهرجان وكيتنظم فيه، ونتمنى ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله نجيو اللي نظموا هاد المهرجان الرائع جدا. اذا كيكونوا فيه تقاليد ديال صحراويين. اذا هاد الخلفيه كما كتشوفوها هذه هي التوسكي. اذا من هنا المحبس زاك، من هنا اسا من هاد الاتجاه. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله. اذا الحاجه اللي مهمه بزاف هو جينا للصحراء المغربيه، حاجه زوينه بزاف هو نديروا التضامن ديالنا مع الصحراء المغربيه، ونتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو. اذا الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد، دائما حبا للصحراء المغربيه، حبا دائما. نحاولوا نشاركوا معكم اي حاجه جديده، هذا هو المهم. والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، نتمنى التشجيعات ديالكم، نتمنى البارتاج ديالكم، نتمنى ان شاء الله البارتاج. وفي نفس الوقت مره اخرى ان شاء الله غادي نجيو للصحراء المغربيه ونشاركوا معكم اي حاجه خاص في هذا المكان رائع جدا. ايوا كما كتشوفوا اجواء هدوء، داكشي اللي كنكتشفوا بعد الاعداء ديال الوطن راه درف علينا، راه ما كاين والو. كما كتشوفوا حاليا كنتوجهوا في الصحراء المغربيه وكنكتشفوا لكم صوت وصوره تكتشفوا الحقيقه. شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم على اللايكات ديالكم. غادي نمشيو لكم طريق الى المحبس، الى قدرنا نصور لكم شي حاجه نصوروها ان شاء الله بحول الله. تهلاو.